موقع القاهرة 24 كمان بيقول إن المنافسة التاريخية ما بين النادي الأهلي على المستوى أو على مستوى كل فرق كرة القدم في الناديين لن يشهدها الموسم الحالي بفريق الناديين مواليد 97. بيحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب فريق الدوري برصيد 54 نقطة، كمان بيحل مصر المقاصة في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بيراميدز بيحل في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بيتراجع مركز الزمالك في المركز ال 12 وبرصيد 23 نقطة.